غناطة حالك وفاء إصابة في الرأس، لا إله إلا الله. فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. وكان الأمن السوداني اقتحم في وقت سابق مكتب الجزيرة واعتقل كلا من الزملاء الطاهر المرضي وإسماعيل آدم ومجدي الصادق. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. أداء القسم للفريق أول عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة والرئيس الجديد للمجلس العسكري في السودان. وقف التفاوض لمدة 72 ساعة. كما اتفق الطرفان على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلاً. وعزته والله على ما أقول شهيد.